السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضلت شيخ، أنا عندي سؤال ممكن أسأل حضرتك؟ تفضلي. طبعا فضلت شيخ، أنا دلوقتي طب أنا مريضة أعصاب، يعني المرض عندي في الأعصاب عامل ضمور، يعني تمور طبعا إن شاء الله. سحب النظر وسحب الحركة، يعني مش بشوف ولا بمشي. ما انا نفسي ليا رغبة كبيرة ان انا البس النقاب، وانا ملتزمة يعني الحمد لله بصلي صلاة وقتها، يعني ما مامتي بتقولي يا ريت يعني ما تلبسوش عشان عينيكي. ما انا مش عارفة، يعني مش عارفة الحكم ايه، يعني يعني أنت إذا كان النقاب يحول بينك وبين الرؤية جاز لك أن تكشفي عن العين إذا أردت الرؤية أو إذا أردت الخروج. أما إذا كان الأمر متحمل فالأفضل بلا شك والأسلم بلا شك أن تحفظي وجهك من أعين الناظرين. بارك الله فيك.